زول صباح الخير عليكم. اليوم جبت لكم الجراتان تاع البطاطا، يجي هايل. والبروكلي هسه كي باه كنت دارست الجراتان تاع البطاطا وكذا البروكلي تفادش كيف، ان شاء الله كنت تعجب لا روسيت. فوالا هسه توين تمشي دي فاغش كيف، تشوفوا كيفاش خرج هايل. واش نديرو له البصله تتقلى، سنر دي بصلت تقيوش الطاح، ومن بعد سنر البلوند بولينيا، ومن بعد نحطو هذاك البلوند تاع البولي يتقلاو كيف كيف، ومن بعد نحطو له هذاك التوابل اللي نديروها جاست الفلفل الاسود، نديرو برك الفلفل الاسود، سنر كان في فيفر كان وكذي ميح، نزيدلو شويه تاع الملح ونخليهم يتقلاو شويه، نجي تقيونش الطاح. ومن بعد مقيان اكنيها اسنر البروكلي ني انسا، ولا ندير له هذاك البروكلي اللي درت له داخل ما يغلى 5 دقائق بركتنا، كان بروكلي هذه يركم كذا خيبو من 5 دقائق. ومن بعد اسنر في الشرث، ولا درت له شويه تاع الثوم ونخليه يتقلاو شويه، ومن بعد ندير له شويه تاع لا كريم ليكيد، بس ندير شوية لاكريم ليكيد نيا فوالا تنغم. من بعد كي يشرب شوية من هاديك لاكريم ليكيد ندير له شوية تاع الفرماج، اسنر فرماج سوفلا شو السامث. فوالا ديك ساعة البطاطا صفورة تيد، ومن بعد قي ديك تسكرتجا، عندي بطاطا فورتها وسكرتجا، مندير والو لهاديك البطاطا برك الملح سكرتجتها برك. فوالا من بعد سنر سوفلا لاصوص نيا ينخدم البروكلي وكذا البولي، ندير شويه هذيك تاع لاصوص نديرها كاع فوقو. فوالا من بعد في الاخر ندير له شويه تاع الفرماج، سنر شطحو فرماج سوفلا، بعد سنر داخل الفور ادوب، بعد نحطوها داخل الفور تطيب. صح فطوركم، بابا باي. الى عجبتكم لاشين ديروا لي لايك وابوني، وما تعجبك لاشين قوم سي لايك انو تابوني بانو بشارك. بابا باي، يلا بروشين فيديو ان شاء الله.